السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة مورد الأستاذ مصطفى. مرحبا بكم في فيديو جديد سنتطرق فيه إلى بلاغ الوزير وزير التربية الوطنية بما يخص العمليات التربوية التي يتعين إنجازها خلال الفترة الممتدة إلى غاية 30 سبتمبر 2021. إذن هذه العمليات التي سيتم إنجازها، وذلك بعدما تم تأجيل الدراسة إلى 1 أكتوبر. إذن بالنسبة للعمليات تسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ، يعني استقبال التلاميذ وتسجيلهم وفق الضوابط المعمول بها، ضبط البنية التربوية يعني ضبط وضعية الأقسام والموارد البشرية، تدبير عملية إرجاع المفصولين والمنقطعين عن الدراسة، وضع إعلان لفائدة التلاميذ وآباء التلاميذ، اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، استكمال عدد إعداد جداول الحصص، إعداد جداول الحصص، مسك جداول الحصص بمنظومة مسار، يعني أن الأساتذة يهيئوا جداول الحصص واستعمال هذا الزمان في هذه الفترة، تحديد مجالس المؤسسة يعني مجلس التدبير، المجلس التربوي، المجلس التعليمي، مجالس الإقسام، عقد اجتماعات هذه المجالس. الأندية التربوية، وضع خارطة الأندية التربوية بالمؤسسات، تكليف موسيقي ومؤطر الأندية التربوية، تقديم مقترحات حول برنامج عمل كل نادي، إحداث وتجديد مكاتب جمعية دعم مدرسة النجاح، إحداث وتجديد مكاتب جمعية دعم مدرسة النجاح. إذن هذا فيما يخص مدرسة دعم جمعية مدرسة دعم مدرسة النجاح. إحداث تحيين الجمعية الرياضية وضع برنامج عملها، إحداث الجمعية الرياضية وضع برنامج عمل الجمعية، إحداث وتجديد مكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، التواصل مع الآباء ودعوتهم لتجديد الجمعية، تحيين وبلورة مشروع المؤسسة، استثمار النتائج الدراسية للموسم الدراسي الماضي، عقد لقاءات وورشات مع الأطر التربوية من أجل بلورة المشروع وتحديد أولوياته، عرض المشروع على مجلس التدبير بغرض المصادقة، عرض المشروع على المواكبة بغرض المصادقة، موافاة المديرية بالصيغة النهائية للمشروع بغرض المصادقة النهائية، استثمار نتائج الدراسية للموسم الدراسي، دعوة المستشار في التوجيه، تقديم دراسة لنتائج الموسم الدراسي على مستوى المؤسسة، عقد لقاءات لتدارس النتائج، إعداد لعملية تشخيص التعلمات بشكل جماعي بالأساتذة وبتأطير من أطر هيئة التفتيش، وضع خطة محلية لإنجاز عمليات تشخيص التعلمات، وضع روائز واختبارات تشخيص التعلمات، تنسيق بين الأطر التربوية وهيئة التفتيش، الدعم التربوي المراجعة، وضع خطة لحصص المراجعة والدعم التربوي، وضع برنامج العمل السنوي للأنشطة، وضع برنامج العمل السنوي للأنشطة، إحداث خلايا الإنصات والاستماع، وضع برنامج عملها، المواكبة التربوية يعني اختيار وتكليف الأساتذة الرؤساء، وضع خطط عمل الأساتذة الرؤساء بالتنسيق مع المستشار في التوجيه التربوي، تفعيل أدوار الأستاذ المصاحب، وضع برنامج عمل الأستاذ المصاحب في حال وجوده بالمؤسسة، تأطير التربوي والتكوين، تدرس مستجدات المنهاج الجديد، مشاركة الأطر التربوي في لقاءات تأطيرية لهيئة التفتيش، المشاركة في التكوينات المبرمجة، تجديد منسقي ومواكبي جماعات الممارسات المهنية، تشكيل وعقد اجتماعات جماعات الممارسات المهنية، وضع برنامج عمل، إعداد المخطط الإقليمي لمشروع المؤسسة، توزيع المناطق التربوية للتفتيش، توزيع القطاعات المدرسية للتوجيه. إذن هذه هي مجمل العمليات التي يجب إنجازها في الفترة الممتدة إلى 30 سبتمبر. إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى فيديو مقبل إن شاء الله تعالى.